الفقرة دي بقى فقرة الساحرة زي ما قلت لحضراتكم. ليه ساحرة؟ علشان دكتورة دعاء سهيل. أنا لسه بقول لأمير وهو خارج بقول له ليه ساحرة؟ لأن يعني مجرد ما اسمها بيقترن باسم المريض فالمريض على طول بتحول لإنسان تاني. يعني وشفنا نماذج الحقيقة بالبرهان. وحين موجود كتير جدا جدا أطباء تغذية ودكاترة تغذية. لكن العبرة بالنتائج. والنتائج الحياة متكررة. مش مثلا مرة كده بالصدفة. لا. ونتائج متكررة من كل الأعمار. يعني شفناها مع الشباب. وأنا يعني كنت بتفرج على الصور قبل وبعد بقول يا لهوي يعني ناس تانيين. ومع السيدات الكبيرات في السن أو رجال يعني من سننا كده كمان بيجيب نتيجة. مع إن في سننا أعتقد بيبقى صعب شوية فكرة إنك تخس أو تنزل الوزن مثالي بعد ما كنت تتسم يعني بزيادة شديدة في الوزن. دكتورة دعاء سهيل كمان حقيقة السنة دي سنة خير عليها جدا، لأن ما شاء الله تبارك الرحمن إحنا عمالين نبارك لها كل شوية على استفتاءات جمهور، يعني اختيار جمهور، ناس اختاروها إنها تبقى سفيرة الرشاقة وخدت جوائز كتير باركنا لها عليها. وكمان اتكرمت لسه من كام يوم مع جريدة وشوشة، فهنتفرج على الفيديو بقى ونرجع نقول لها مبروك كده وجها لوجه. الحمد لله ان انا عندي مبادرات عديده، يعني اول مبادره غيري حياتك، تاني مبادره السنه بوابه لكل الامراض، قد ايه اشتغلت انا وفريقي جاهدين ان احنا ننجح مبادره مصر بلا سمنه. سمينا المبادره 2020 مش هنسلم للسمنه. خدوا بالكم السمنه ناقوس خطر يدكم في عالم العرب. الخساره في الوزن مكسب في الصحه. قوه المجتمع في شبابه، هل ينفع قوه مجتمعنا تبقى مخوخه؟ انت ارض خصبه لتبعيات ما بعد السمنه، خد بالك. دعاء سهيل وجائزة خاصة عن حملة مش هنسلم للسلم. مساء الخير على كل السادة الحضور. شرف عظيم ليا تكريمي في مهرجان وشوشة. بشكر مستر علاء الكحكي، بشكر مستر أحمد الهواري، مرسي كل مجموعة وشوشة والقائمين عليها. مش عارفة أقول لكم إيه، بس عايز أقول إن ما شاء الله المهرجان مجمع كل هالكم من الناس الناجحة في المجالات المختلفة، سواء في الفن أو في الرياضة أو الإعلام. يمكن دي أكتر جايزة أنا شخصياً لها معزة عندي، لسبب إن المهرجان ده مش مهرجان الواسطة، فالاستفتاء للجمهور بما إن الجمهور قال يعني كلمته، فمرسي للجمهور، مرسي قناة النهار، شكراً لكل القائمين على التحفيز. دكتور دعاء مبروك. مرسي يا حبيبتي، ربنا ألف ألف مبروك يا حبيبتي، ربنا يبارك. دكتورة دعاء سهيل شرفتيني. يا رب يخليك. حبيب شرفنا كلنا. يا رب يخليك، شكرا. كلميني عن إحساسك إن لتاني مرة تليفون، ألو دكتورة دعاء حضرتك في استفتاء وشوشة، أنت من المكرمين. ببقى مبسوطة قوي لنجاح المبادرة اللي بتعب عليها أنا وفريقي. التعب مش ليا لوحدي بصراحة، أنا فريقي ناس يعني متابعين جيدين لحالاتهم، ناس محترمة قوي في التعامل، فاهمين يعني إيه مدى خطورة السمنة، وده اللي بيخلينا ننجح وننجح ونشتغل على نفسنا أكتر، ودايما نقرأ الأبحاث الحديثة ونشوف في إيه. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش على الأرض ده إلا وخلق له الدواء، بما إن في العديد والعديد من الأعشاب اللي تقدر تحل. من فترة نرجع 20-30 سنة ما كانش في علاج لمرض، وربنا يعني معلينا جميعا بالصحة، مرض السرطان. النهارده في علاج وفي طرق وفي بما ان كل في جديد، يبقى المفروض في كل مجال في جديد. اجري واسعى واشتغل وتبقى تعبان طول السنه كده ومفيش يعني راحه، وتيجي في الاخر كده تلاقي حالات كتير قبل وبعد وتلاقي تكريم. الحمد لله، اللهم لك الف حمد ولك الف شكر، يعني الحمد طيب لله. طيب بامانه يعني وانتي في اول السنه بتقرري انا السنه دي هعمل مبادره اسمها مش هنسلم للسن، كنت متوقعه
ما شاء الله النجاح الكبير اللي انت حققتيه لدرجه ان يبقى في نجاح كمان في استفتاءات اللي هي بتاعه الناس بقى اللي هم مش متخصصين، اللي هم الناس اللي جربوا وشافوا نماذج حواليهم جم عند حضرتك وكان السلامه من نصيبهم يعني، وانهم استردوا صحتهم تاني وانهم بقوا اتخلصوا من الوزن الزايد. انبسطت قوي من النتيجه طبعا جدا، ما كنتش متوقع، ولكن لكل دار بيقول لك رب ضاره نافعه. الحظر وكورونا والازمه العالميه مش المحليه خلت الناس في ناس لا تعاني من زياده الوزن وزاد وزنها، فانا اونلاين فكنت اسهل، كنت اسرع وصولا وأأمن. كنت الحمد لله يا رب أأمن، لان انا مش هنزل اروح مش هنزل، ما كنا بنخرج للضروره القصوى وما زلنا والله ما زلنا، الخطر ما زال قائم، ولكن الحمد لله النهارده افضل من امبارح وان شاء الله بكره افضل من النهارده. فلقيت بعد ما الحظر اترفع والدنيا فكت وخلاص بسرعه لقيت كتير ناس جدا خاسه 30 40 50 60. ايه يا جماعه نتائج بسم الله ما شاء الله، مبسوطه جدا، 60 سنة 50 سنة 20 سنة 12 15 40 أعمار مختلفة متفاوتة حالات صحية مختلفة. فالحمد لله كان النتائج المبادرة هايلة الحمد لله يا رب. ما بتلاقيش صعوبة إن يمكن مع الشباب الصغيرين وأنت الحياة متبنية فكرة ان من الطفوله لمرحله الشباب؟ لا، ده المبادره الجديده كمان احنا مشغولين جدا الايام دي. ليه؟ المبادره الجديده ل 2021 اذا احيانا ربنا وكان في العمر عمر هتكون اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء. طب كلميني اكتر بقى عن المبادره دي، من حياتك يعني. انا كنت هسالك السؤال اللي فات بس جاوبي السؤال ده وبعدين هسالك. خلينا نفكر ان انا علشان اكون شاب مثالي في الوزن وقوي البنيان ما ينفعش اكون اتمتع بسمنه وراثيه منذ الطفوله بان انا باعاني طول حياتي من زياده وزن. طب تعالوا نخاطب الاطفال، ولما اعود طفلي من البدايه انه ياكل بشكل صحي، ان الام ترجع تاني ارجعي تاني حضرتك دخلي الخضروات في اكله، عوديني ياكل باكل مثال اكل صحي هيلثي، المفروض ان هيطلع اكيد جسمه مثالي. هعوده ان بلاش الوجبه اللي فيها بطاطس وفيها معجنات وفيها مياه غازيه وفيها كل ده غلط، ولكن مش هحرم ابني. ثقافه الحرمان بالنسبه للطفل ليست منطقيه، انا عايز اتعامل مع العمر ده بما يتناسب معاه. احنا بنعرض دلوقتي صفحه حضرتك عشان في صفحات غالبا بتغش او بتقلد. المفروض ان موثقه من الفيسبوك بالعلامه الزرقاء، فده اللي بيخلي الصفحه دي هي الوحيده بتاعتي. ونصور بعد اذنك، ودي على الانستجرام. تمام، نصور بالموبايل عشان ندخل على الصفحه المظبوطه. ده الانستجرام. أيوة. والصفحه ده مش موثق بالعلامه الزرقاء الانستجرام ولا ايه؟ لا لسه. لا طب ده النهارده. الفيسبوك بقى هو طيب يعني. الفيسبوك يا جماعه الفيسبوك ده لحد ما نوثق عايزين نوع مع ماركو والنبي لحد ما نوثق صفحتنا في الانستجرام. الحمد لله. لا يعني اما بنفكر كويس كلنا مع بعض كتيم فريقي، دول ناس يعني وارد جدا يكون في حد من فريقي عنده فكره يعني اسمع له ونفكر ونعمل خطه محكمه. اما اقعد انا وهم في اجتماعات ان شاء الله تنتهي مع نهايه السنه باذن الله الاجتماعات، ونكون كلنا خلصنا كل حاجه باذن الله، نكون ظبطنا شكل المبادره الجديده عملنا لها ايه عشان نوصل لكل الناس. دايما بنشتغل عليها كويس قوي في البدايه، عشان كده الحمد لله يا رب اتكرمت عنها في الفضائيات العربيه مش هنسلم السمنه، اتكرمت عنها في مهرجان وشوشه مش هنسلم للسمنه، كمان عملت برنامج اذاعي على شبكه البرنامج العام مسلسل لن نستسلم للسمنه، وكنت بناقش انا والاستاذه سلوى عثمان ان كل يوم في سلوك، لا انا بقول رايي العلمي فيه، المفروض ان انا على فكره دي فكره هايله جدا. طب انا على فكره مكنتش يعني معيش حاجه تنوهي بقى عنها بتبقى امتى، لان احنا لينا اهالينا في حتى في خارج القاهره. يعني جاتك الفكره ازاي؟ والله هي فكره الكاتبه الاستاذه اماني درغام. الاستاذ اماني استاذ اماني درغام تحياتنا الاستاذ اماني. الحقيقه لازم نوصل بالفكر ان انا لازم انمي افكار الشباب وافراد المجتمع، خد بالك من تبعيات ما بعد السمن، من خطوره السمن. السمنه بوابه لكل الامراض، السمنه مرض ومسبب ل 44 مرض، وربنا ينعم علينا جميعا بالصحه. انا عايزه اتلاشى
تبعيات ما بعد السمنه. يا رب يا رب ان شاء الله نخرج من الاحصائيه الدوليه معاناه من زياده الوزن. اذا انا شعرت بمدى خطوره السمنه فحافظت على نفسي فصحتي بقت افضل فخلاص مش هعاني من زياده وزن. طيب انا في سؤال الحقيقه مش موجود هنا لكن اتسال لي فانا جاوبت، وحضرتك دلوقتي جاوبتي من غير ما انا اسالك. هقول لك السؤال ايه. بعض الصديقات قالوا لي يعني اشمعنى دكتوره دعاء؟ طب ما في كتير. لا إيه الفرق؟ في دكاتره افاضل يعني هقول لك انا جاوبت ايه؟ ويعني وفعلا يعني شاطرين ولكن لا انا هقول لك انا جاوبت ايه وقولي لي اجابه صحيحه ولا لا. انا الحقيقه في معظم الـ يعني مع معظم يعني معظم وانا مش هقول الكل طبعا ما اعرفش الكل بس ما فيش حد معاه هذا الكم من المساعدين لحضرتك اللي بيتابعوا المرضى. يعني انت تقريبا مخصصه لكل مريض كل طبيب مجموعه لازم يكون لها خبير او خبيره تتابعها. ما ينفعش ان انا يدور بذهني سؤال ما الاقيش الخبير بتاعي او الخبيره بتاعتي. في ايه فايده اونلاين؟ ايه لازمتها؟ المفروض ان انا لما يدور بذهني سؤال او اكون عندي استفسار او انا اخطات في اخذ جرعه او الاقي اللي بيساعدني بيرد عليا بيشرح لي. مثلا في واحده خست اول شهر كويس ثاني شهر كويس مش قوي وفي الثالث سبتت ايه ده؟ هو الكورس المره دي وحش؟ لا مش وحش. لازم تلاقي الحد الدارس الفاهم اللي يرد بالمعنى العلمي اللي يقولها الجسم بيتخلص من الدهون السهله في البدايه. ايه الدهون السهله؟ اللي هي الاحاديه والثنائيه، ويتراجع داخل الجسم الدهون الصعبه العنيده الموجوده داخل الجسم ذات الامد الطويل. دايما اقول اللي بيزيد وزنه يتخلص منه بسرعه في الاول قبل الدهون ما تترابط وتتماسك وتبقى ليها اجل طويل داخل الجسم. هيصعب نزولها ولكن الحمد لله في المادة الفعالة العشبية زي عشب التوت البري تركيز 6000 ما يعادل 40 ثمر التوت بري. يعني المفروض ان انا دي بتكسر وتفتت الخلايا دي تحولها لأحادية وثنائية عشان اكسر ثبات الوزن اللي حصل للمريض ده. المريض لو قلنا له لا والله هو كده او لو ما ردناش عليه المريض عايز بمعنى رد. ايه حضرتك؟ بمعنى ان انا من خلال انا جاوبت على فكرة من خلال النماذج الحياة كنت بيجيبيها لما بسألهم هما بيردوا عليكوا. ففي مريضه كنت حاجه جايباها قالت لي والله المدرسه والله انا في مره 8 الصبح اتسالت دكتور اللي هو المتابع معاها الحاله قالت دكتور ميشيل فقالت لي رد عليا في ساعتها. فمين هيلاقي حد قاعد ملاكي مجرد ما تسال السؤال تلاقي اجابتك عليه؟ مجرد الاستفسار هتلاقي اجابتك ده يوم يتاخر 3 او 4 ساعات على الواتساب بس ويرد له ويجاوبه. جميل انك تحب شغلك، الاجمل انك ترضي ربنا فيه. طيب في دقيقه فضل للاسف انا عايز اعرف اسم المبادره اللي بتاعت هنبتديها ان شاء الله من اول السنه 2021 نكون يعني انتهينا من وضع البلان ليها. هتكون اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء. اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء وان شاء الله هيبقى في تكريمات يا رب يا رب. طيب انا سمعت كده العصفوره قالت لي ان في تكريم تاني ما شاء الله حضرتك بلغتي بيه، تحبي نقوله؟ بلغها الصبح. ايوه والله. طيب ممكن نقول عشان باينه الصبح. اتفضلي. ان شاء الله في تكريم كمان ما شاء الله ما شاء الله من دير جيست للدكتوره دعاء. نجاح مبادره برضه مش هنسلم للسمنه. برضه تكريم عن مبادره مش هنسلم للسمنه. فالمبادره وشها خير واثبتت نجاحها. خير وست جميله واستضافتك شرف. الله يخليك والله انا متشرفه بحضرتك جدا وربنا يكرمك. ومحتاجين نشوف نماذج ثانيه لان انا موجود انا بنشرح بصراحه موجود يعني بفرح وبحس ايه ده مش عايزين نثقل بس على حضرتك. لا بالعكس بالعكس ده احنا يعني النماذج دي على فكره بتحمسنا. اوعدك السبت الجاي هجيب لك حاله ان شاء الله ان شاء الله. شرفتيني يا حبيبتي شرفتيني وانستيني والتقي بيكي دايما على خير. يا رب يخليكي. Thank you.